حياكم الله واسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام الذين سيتحدثون معي عن الشأن السوري. أرحب بالكاتب الأردني الكبير الأستاذ عاطف زيد الكيلاني، نائب رئيس تجمع إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سوريا المقاومة، وكذلك مؤسس ورئيس تحرير شبكة الأردن العربي الإخبارية الإلكترونية. حياك الله أستاذ عاطف. وأرحب كثيرا أيضا بالأستاذ تيسير المسالمة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والناشط السياسي. حياك الله أستاذ تيسير. أهلا بك. وكل الترحيب أيضا بالأستاذ ثامر الجهماني، الناشط السياسي والحقوقي. أستاذ ثامر حياك الله. أهلا بك. ونبدأ النقاش، يعني على كل حال فردنا حلقات كثيرة من أجل الملف السوري، فاخترنا موضوعات ربما يعني تحتاج إلى مزيد من الجهد بالنقاش والاستفاضة. نريد أن نفهم أستاذ عطف الكيلاني، السؤال لك، ماهية الجيش الحر؟ لا، هذا شيء لا نستطيع إنكار وجوده الآن على أرض الواقع مما نسمع ونقرأ ونشاهد ونرى. يعني نريد أن نفهم ماهية الجيش الحر، هل هو الآن جيش منظم، جيش متسق وقادر على المواجهة، أم أنه عبارة عن مجموعة من المتحمسين وجيش عشوائي وشبان مسلحون؟ يعني ما هو الجيش الحر الآن على أرض الواقع؟ أولا مساء الخير لك وللإخوان وللمشاهدين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة. وعودتنا دائما قناة نورمينا الفضائية والأستاذ طارق حامد أنه يكونوا دائما متابعين للأحداث بما يتيسر لهم من الموضوعية، وإحنا موافقين على هذا المتيسر، موافقين. وكل عام والجميع بخير طبعا بمناسبة رمضان. الحقيقة يعني هو سؤال، ماهية الجيش الحر؟ إذا عاوزين نستفيض ممكن نستفيض بالتفاصيل، عاوزين جواب من كلمة أو كلمتين، أنا أقول عنه أن ما يطلق عليه جيش سوريا الحر هو عبارة عن وهم، عبارة عن فقاعة، عبارة عن زبد رغوي. هذا الجيش الحر، على ماذا بنيت كلامك هذا؟ نعم، هذا الجيش المسمى جيش سوريا الحر هو في الحقيقة لا يحمل من سمات الجيش أي صفة، ما لوش أي سمة من سمات أي جيش في العالم. ثانيا هو جيش هجين ولقيط، جيش هجين ولقيط. نسبة كما علمت أنا وأكاد أقول إنها معلومات، نسبة الناس اللي كانوا الموجودين الآن في جيش سوريا الحر واللي كانوا في الجيش العربي السوري لا تتجاوز 10 إلى 15% في أحسن الحالات، والباقي أنا أسميهم من شذاذ الآفاق. هناك ستجد السوري اللي اشتغل بتهريب المخدرات وتهريب السلاح وتهريب البشر، ستجد العاطلين عن العمل للأسف اللي ثقافتهم محدودة، وأنا بين قوسين بقول بحب أستعمل تعبير عامي بقول مضحوك عليهم ومضللين من قبل معلمينهم، وهذولا أنا أشفق عليهم وأرثي لحالهم لأنهم ضحايا أيضا. ستجد فيهم الباكستاني والهندي والأفغاني والسعودي وربما الأردني واللبناني ومن المغرب العربي والأفارقة، اللي كلهم جاءوا يستبيحوا أرض سوريا ويؤذوا شعب سوريا بحجة تحت راية لا إله، تحت راية للأسف راية سامية، كلنا مستعدين أن نقاتل من أجلها ولكن في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح وضد العدو الصحيح. فجايين يقاتلوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليقتلوا أبناء الشعب السوري. تمام، هذا جواب أنا أكتفي به. تفضل. أنا سألخص بشكل سريع جدا للأساتذة العلميين وعن ضيوفنا من سوريا، كل عام وأنتم بخير مرة أخرى. وأنت بخير. الجيش السوري الحر، عندما سألت أستاذ عاطف زيد الكيلاني عن ماهية هذا الجيش على أرض الواقع ما هو، قال لي هو وهم وزبد أقيم على أساس مائي، وهو فقاعة ولا يحمل من سمات الجيش أي صفة، هو جيش هجين وجيش لقيط. من هذا الجيش من كانوا أفرادا بالجيش العربي السوري بالحد الأقصى 15%، والباقي هم من شذاذ الآفاق، هم مهربون مخدرات وعاطلون عن العمل ومضللون، منهم الباكستاني والأفغاني والسعودي والأفارقة والأردني والمغرب العربي وغير ذلك. هو جيش يقاتل تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن اختار المكان الخطأ والزمان الخطأ والعدو الخطأ. هذا هو الجيش الحر كما يصفه الأستاذ عاطف الكيلاني. أستاذ تيسير المسالمة، أريد أن أسمع منك تعليقا على هذا. ماشي، شكرا كثير لتقييمك للجيش ولو كان مخطئ تماما. يعني الجيش الحر ظاهره من احدى ظواهر الثوره السوريه، ظاهره ثم تنتهي، ظاهره تنتهي، من صفات الظواهر انها تنتهي. سينتهي هذا الجيش. انا بقصد هذه الظاهره بدات وكبرت وانتهت الان بتاسيس وتنسيق وتوحيد وانشاء مؤسسات. يعني ارجو ان اوضح فقط ما معنى ظاهره الجيش الحر.
الجيش الحر بدأ بالأساس جنود كلفوا بإطلاق النار على المظاهرات المدنية السلمية البحتة، رفضوا إطلاق النار، تركوا مواقعهم، راحوا لعند الأهالي، تشكل منهم هذا الإطار. أنا يعني أريد أن أوضح مسألة وأؤكد عليها تماما، أنا أرفض تماما أي تشويه أو تشبيه أو إهانة للشعب السوري إن كان بظهر الجيش الحر أو بحركته السلمية. هؤلاء ناس بدأوا في مقاومة نظام استمر عبر 50 عام بكل أشكال الاضطهاد والقهر والقتل تماما. ب18 أذار بدأت الثورة في سوريا من الشارع تماما، أمر الجيش بإطلاق النار على الناس، بعض الشرفاء من الجيش وهم كثر ولا يزال منهم داخل المؤسسة العسكرية فكرة غير المشقين رفضوا إطلاق النار على الناس، فتحولوا إلى ما يسمى بالجيش الحر. رافقهم ثوار على الأرض، والآن هؤلاء الثوار من الشارع تماما، من الناس اللي كانوا معبرين ومن الناس اللي كانوا في الحراك الشعبي السلمي، فاختاروا أن يحملوا السلاح وانضموا إلى صفوف لسبب بسيط. اختاروا حمل السلاح لأن حمل السلاح ضمن كل المواثيق الدولية يتيح أو يشرع المجال للدفاع عن النفس، فانتقل الناس إن كانوا بالحراك السلمي ومع الجيش الحر وشكل ما يسمى الآن هذا الجيش الحر. هم أستاذ عاطف يقول لك 10 إلى 15% هم من أنا لا تعنيني النسب، النسبة كبيرة جدا أكثر مما يتصور. كم قلنا تقريبا يعني الأخ يعني هلا في نوعين من الجيش الحر، في جيش انشق الآن وموجود بدافع عن الأهالي بدافع عن النساء والأطفال والشوارع والممتلكات، وفي قسم أيضا موجود لا يزال ضمن المؤسسة العسكرية حينما يخشى الانشقاق ربما إن كان لسببين، إما يخشى الانشقاق أو له وظيفة داخل الجيش السوري نظام. هو الآن في هناك الكثير من الناس من أعضاء الجيش السوري النظامي هم مع الجيش الحر لكن يؤدون وظيفة داخل عملهم. جيد. أنا أتوزع يعني فقط أريد مسألة التهريب والمخدرات. هذه صفة نرفضها تماما. الشعب شعب على الأرض لا يوجد هناك مخدرات. أخي الشعب الدنيا أو الشعب الأردني أو أي شعب في العالم بالإطلاق، هذا شعب واعي لما يريد، ليس مخدر، يطرح أهداف ثورة شعبية. جيد. مالك نصراوين ثم أنتقل للأستاذ ثامر. مالك نصراوين حياك الله. يسعد مساك أستاذ طارق. حياك الله أستاذ مالك، يا حي الله. يسعد مساك الأستاذ عاطف الكيجاني المناضل القومي المعروف، وتحية إلى ضيوفك من أبناء سوريا العربية القومية التكتمية التي لم نعرفها دائما إلا مع أمتها العربية. أود أن أقول هنا إنما يجري في سوريا مؤامرة دولية أمريكية غربية تركية سعودية قطرية، وأدواتها هم عملاء الناتو في داخل سوريا، وهذه المؤامرة مفندة، والكل جميع من لديه أدنى حد من الوعي السياسي يعرف أن مبرراتها غير صحيحة. الذي يسعى إلى الديمقراطية والحرية ويساند هذه الديمقراطية والحرية بسوريا هي دول عربية لا تعرف معنى الحرية والديمقراطية. إن أمريكا التي تريد الحرية والديمقراطية للشعب السوري كان الأجدى بها أن تحدد الحرية للشعب الفلسطيني الذي يقتل من 64 عام بالسلاح الأمريكي. إن الديمقراطية لا تأتي بعشد عصابات أفغانية باكستانية ليبية تنظيم القاعدة الإجرامي وإدخاله إلى سوريا لممارسة كل أنواع تكاليف. شكرا أستاذ مالك نصراوين، أعطي دقيقة لكل متصل. أستاذ مالك نصراوين شكرا جزيلا لك. أبو محمد حياك الله. محمد حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحياتي لبرنامجك وتحياتي للأستاذ عاطف الكيلاني. حياك الله أبو محمد. احنا بالواقع يعني احنا ما نتحدث لما نحجي بنقول احنا نقول لك انه الجيش الحر وما الجيش الحر. الجيش الحر الذي قاعد بقصد بالاهالي وبتخبط بين الاهالي. الجيش الحر عندما يجي بدي يحارب وبدي يحرر وما يحرر،
المفروض يقابل الجيش السوري بالصحراء، ما يقابله ويتقضى بين الاهالي وغير الاهالي، عمالهم بيستحلوا بيوت بريئه وبحفروا حفرات وبيعملوا وكر وبيعملوا مستشفيات ومستشفيات وبيجيبوا علاجات وبخطفوا هالعالم وعمالهم بينهبوا بالبيوت وبعدين بقولوا عن حالهم جيش حر وما جيش حر. الجيش الحر هذه مؤامرة أمريكية إسرائيلية خليجية تقودها قطر. فحبيبي وأخي العزيز، عندما نجي نقول ثورة، لماذا ما نقول ثورة على إسرائيل؟ إسرائيل اللي يوميا عمالة بتقصف الشعب الفلسطيني. أول شيء نجاهد في سبيل الله، نجاهد أول شيء ندافع عن أراضينا المقدسة المختصرة من 64 عاما. محمد الفكرة، شكرا. أرجو من أي متصل أن يلخص كل كلامه في دقيقة واحدة ولا داعي للتحيات، فأدخلوا مباشرة في الموضوع.